رجعنا لكم بعد الفاصل، وأفكركم إنه النهاردة بنبتدي أسبوع جديد اللي هو أسبوع الفطير البيتي. النهاردة بنعمل الفطير أو الفطير عجينة الفطير السادة، ومن العجينة دي هنعمل دلوقتي البغاشة. الفطير السادة عملناه وشحناه على الفرن، دلوقتي هنشتغل في البغاشة. قبل ما أشتغل في البغاشة هريح العجينة، هقسمها وريحها. قلنا عجينة الفطير عبارة عن نص كيلو دقيق، بتتعمل مع معلقتين من الزيت النباتي، معلقتين من عصير الليمون، معلقة صغيرة من الملح، وبنعجنها بمية دافية عشان خاطر تاخد أو نريحها مدة ساعتين على الأقل، لمدة ليلة كاملة. كل ما ريحناها كل ما كانت أحسن، وهي عجينة ناعمة وطرية وملهاش عرق، يعني يستحسن ما تعملش عرق. هقطعها بالشكل ده. البغاشة زيها زي الفطير السادة، لكن بتبقى محشية بقشطة كدابة أو قشطة السميد بيسموها، بيبقى طعمها حلو، وممكن ندخل فيها الزبيب ونوع من أنواع المكسرات كمان لو حابين. هنعملها دلوقتي وتشوفوها مع بعض، بس خلوني الأول أقطع العجينة بتاعت الفطير، لأنه كل ما ريحتها كل ما سهل عليا أشتغلها من غير أي مشاكل. نقطعها كور متساوية بالشكل ده. اهو. والكور طبعا اعملوها سواء عايزين تعملوا فطيرة كبيرة او فطيرات صغيرة، على حسب انتوا عايزين ايه، وعلى حسب كمان حجم الصاج او الصينية بتاعت الفطير اللي عندكم. دي هعملها اخر كورة وهسيبها هنا. ودايما العجينة لازم نغطيها، والا هتعمل قشرة مني، والقشرة دي هتخلي لي الفطير يشقق بالشكل ده. هبتدي دلوقتي اشتغل في البغاشة. هسيب السمنة دي على جنب. عندي هنا لبن، زي ما قلت انا بعمل قشطة سميد، عندي لبن بارد. القشطة بتاعت السميد بتتعمل كلها على البارد، وبعدين بنسخنها على النار. وعندي سومولينا، السومولينا اللي هي السميد بتاع البسبوسة بالشكل ده. عندي كمان النشا، معلقة كبيرة تقريبا من النشا عشان تديها قوام حلو. هحتاج كمان شوية من المستكة، ما نكترش المستكة، وهحتاج شوية من مية الزهر عشان خاطر البغاشة او الكريمة بتاعت السميد تبقى ليها طعم حلو. وطبعا هنحليها بالسكر، يعني حوالي 5 معالق كبيرة من السكر كفاية قوي. هجيب مضرب البيض عشان خاطر اضرب الحاجات دي مع بعض، وهولع النار. يعني كل المكونات بتتعمل على البارد. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض وهسيبها لحد ما تدخل على النار. الكريمة او القشطة الكدابة دي كلمنا عنها وعملناها في رمضان وحشينا بيها اصابع الست لو كنتوا فاكرين، ودي بتبقى جميلة جدا في البغاشة. ممكن تعملوها كمان بنكهة معينة، لو تحطوا فيها الشربات زي شربات الورد، شربات الفراولة، يعني تخلوا الكريمة او القشطة دي بأي نكهة انتوا حابينها. الحتة دي بتسموها مثلا قشطة الورد، قشطة التمر الهندي، قشطة الفراولة، حسب ما انتوا عايزين. بس عامة حتى لو عملناها بالمستكة بيبقى طعمها حلو قوي. طيب هسيبها تدخل هنا على النار وهبتدي اشتغل في الفطير. دايما بنورق الفطير بالزيت، او بنفرده وبنفتح العجينة بالزيت وبيتورق بالزبدة. هاخد بقى، نبتدي باول كورة عملناها، هاخد الزيت وافتح كده الفطير، ودايما عيني مع البغاشة او الكريمة السميد او قشطة السميد اللي انا شغالة بيها، دايما عيني معاها قوي. خلوني انقلها للعين دي احسن
عشان اتابع معاها. بالشكل ده. وهفتح الفطير. احنا كل اللي هنعمله هنعمل زي الاول بالظبط. نفتح كذا واحدة واخر واحدة هي اللي بنحشيها بالسميد. او بكريمة او قشطة السميد. كده تمام. هوسع لها هنا. اشتغل بيتي مثلا. وهحطها هنا. هغطيها. وابتدي اشتغل التانية. دايما تابعوا القشطة بتاعتكو عشان خاطر القشطة ما تتلسعش. القشطات اللي زي دي بتبقى حساسة ولو اتلسعت مننا يبقى ضاع كل المجهود اللي احنا بنعمله، لانها بتاخد الريحة او بتلقط ريحة الشياط بسرعة. نفتح تاني الفطير بالشكل ده. الموضوع ممتع والاسبوع ده هيبقى لذيذ جدا وهتحبوه قوي. اهو كده. وهاخده تاني، يعني هحط الزبدة هنا. لاحظوا انه الفطير من بين الحاجات اللي بيتميز بيها غير الهشاشة بتاعته والطعم الحلو بتاعه ان هو بيبهدل المطبخ، بس ده عادي. المطبخ ده من طاقة العمل بتاعتنا فبنبدع فيها زي ما احنا عايزين. ودايما عيني على كريمة السميد او قشطة السميد. هاخد تاني الزيت وافتح الفطيرة او العجينة بتاعتي كده. البغاشة كل ما كان فيها رقات كل ما كانت احلى واحلى. هناخد تاني الزبدة بالشكل ده واخد الفطيرة دي واريحهم فوق بعض. اخد تاني عجينة جديدة. عيني على الفطيرة. انا حاسة ان هي محتاجة شوية سميد مكترة اللبن. دايما امشوا حسب المكونات اللي محطوطة على الموقع لانه انا بحطها مظبوطة. ففي البرنامج بشتغل بعيني لانه بعمل كتير الوصفات دي من كتر ما بعمل ديفلوبينج وبقعد اجرب واعمل حاجات قبل البرنامج فببقى متعودة ان انا اعمل بالعين. بس انتوا امشوا بالكوبايات المعيارية وحسب ما الكتاب بيقول. وكل حاجة متجربة وصدقوني كل حاجة هتنجح معاكم متقلقوش. اهي القشطة ابتدت تجمع. الميزة في السميد ان هي كل ما بتقعد شوية كل ما بتتشرب اكتر وكل ما بتتخن. ده الشكل النهائي بتاعها. يبقى القوام بالشكل ده. ولو سبناها شوية تبرد هتتخن كمان وكمان. حوطي النار. ونكهتها نكهة مستكة ومية الزهر. وده اللي انا عايزاه بالشكل ده. فانا بسرعة هحاول انجز عشان وقت البرنامج قرب يخلص. لكن تقريبا انتوا فهمتوا الفكرة. هاخد بس شوية الزبدة دول. وتاني على الفطير بالشكل ده. وهعمل اخر كورة عشان مش عايزاه يبقى تخين قوي. ولو انه الرقات الكتير في البغاشة بتبقى حلوة قوي. دي اخر رق بقى هحشيها انا بالكريمة بتاعتي او البغاشة بتاعتي. اهو. واخر رق ده انا عايزه افرده على قد ما اقدر رفيع عشان ده هيتطبق وهيدخل بعد كده العجينه بتاعتي. وهاخد شويه من كريمه السميد. خلوني اجيب سباتولا احسن اشتغل بسباتولا. هاخد شويه من الكريمه دي. يعني تدوه كميه حلوه من الكريمه لانه البغاشه حلاوتها في الحشوه بتاعتها.
وياريت طبعا لو تستنوا على الكريمة تبرد شوية أو تدفع على الأقل عشان ما تقطعش العجينة. وهاخد الزبيب بالشكل ده هحط تاني شوية من البغاشة أو كريمة القشطة أو قشطة السميد سوري، وشوية من المكسرات لو موجودة، لو مش موجودة كفاية الزبيب. وهقفل على الفطير بالشكل ده وهبتدي بقى أفرد، هفرد بقى الحاجات اللي هنا دي عشان تبقى رفيعة بالشكل ده اهو. كل ما ريحنا كل ما كان احسن واحسن. هاخد الزبدة، ممكن حتى يعني ناس بتعمل كل طبقة وطبقة بينها شوية كريمة سميد، بس انا ما بحبش الموضوع ده، بكتفي بس في النص كده. وباخد كده العجينة وبفردها بالشكل ده واجيب الصاج بتاعي، صاج الفرن، ادهنه بمزيج من الزبدة والزيت زي ما قلنا. ودي كانت حلقتنا النهاردة للفطير السادة، بندخله الفرن بغاشة بندخلها زيها زي الفطير لفرن 180 درجة لمدة تقريبا 40 دقيقة لحد ما تتحمر من فوق ومن تحت، بندهنها بالسمنة طبعا او بالزبدة. دي كانت حلقة الفطير وحلقة البغاشة كمان اللي اتعملت من عجينة الفطير. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، اشوفكم الحلقة اللي جاية وباقي اسبوع الفطير مستمر، هنشوف وصفات حلوة جدا انتوا طلبتوها، هنعمل كل حاجة بتتعمل عند الفطاطري. مش هتلاقوا الحاجات دي بس غير على قناة ست البيت وبالتحديد في مطبخ اسيا. اشوفكم الحلقة اللي جاية وصفات احلى واحلى من مطبخ اسيا.